فابينيو تكلم على جيسوس، يعني اسماء ثقيله واسماء هذا. شوف ونلاحظ المنتخب البرازيلي راح يقول يغير الصوره التي ظهر فيها المنتخب الكوري الجنوبي امام ملحوظ، ولذلك مباراه اليوم امام البرازيل لن تكون النشيدين الوطنيين، ومن ثم نعود لكم. شيندو ماساكو سان ديس فيرست ذا ناشونال انثم اوف O vida adora a liberdade, raios fugidos, brilho no céu da pena, a imagem do cruzeiro resplandece. Aio. بهذه الأجواء الماطرة استمعنا إلى بيلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة في حراسة المرمى، وحتى دفاعه قوية عندما نتكلم على رباعي الدفاع داني ألفيس. أهلا وسهلا إلى المباراة الدولية الودية اليابان المكة وبين طوكيو. ضربة البداية ستعطى بعد حين. هذه تشكيلة موفينيا، فينيسيو جونيور ونيمار في الجهة المقابلة. منتخب اليابان يبعث عن نيمار، استلمها نيمار، أوه جول واللعبة عن طريق نيمار، مع نيمار في القيادة ونيمار في التمرير من هنالك لرافينيا. أربعة منذ ثلاث أيام منتخب البرازيل، شوف الصدفة، لعب كوريا الجنوبية فاز عليهم بالأربعة واليوم يلعب اليابان. نمطهم على المنتخب البرازيلي. أوه في لمسة منتخب اليابان. البحث عن مينامينو، كرة صعبة لصالح منتخب اليابان. مينامينو وخطا، أشهر هدف سجلها، حاولة التوغل هنا من مينامينو، التغطية من فتاني، مرفوع الكرة لإيتاكورا. في القائمة الثانية كانت رائعة جدا، واو كان وحده في القائمة مات. والدفاع يدخل ويخرجها مرة ثانية، تسديدة من فريد. بلادهم البرازيل، اوكي ارانا عندي ثلاث مباريات فقط، ولكن فريد سبع اليمنى ناحية التو، التو يحاول يمر، كرة ممتازة من التو والتوزيع عرضية. يقدر اليابان على التفوق ولا مرة على البرازيل. كرة لنيمار في الوسط، كادي نفسه للإصابات، لكن عنده قدرة كبيرة جدا. رافينيا وفينيسيو جونيور والمنظومة الهجومية والأهداف اللي سجلوها. نيمار ما زال عنده كرة الآن داخل منطقة العمليات، يبعث أو لا لا منطقة العمليات، التغطية من إيتاكورا، كرة في العمق، تغطية رائعة هنا من أمام ورافينيا. لا لا الحارس يصد الجديدة. منتخب البرازيل الذي لقطة ممتازة، محاولة المرور من فريد والحكم يرجع ويصف الخطأ لفريد عن واحد من الرؤوس، صعود ماركينيوس وميليتاو مرفوعة الراسية بالدفاع يخرجها ناكاتومو ويوشيدا وكذلك إيتاكورا. نيمار والبعيد الكرة لجون. فينيسيو جونيور مع منتخب السادس مع منتخب البرازيل، رائع الكرة هذه من رافينيا فوق رأس كازي من هنالك لباكيتا نيمار. نشوف هكذا الشكل، كثافة عددية للاعبين ومررها مع ذلك نيمار. فينيسيوس جونيور 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 فينيسيوس جونيور نيمار أمام لفينيسيوس جونيور مع نيمار، رجع للخلف تسديدة. عددية للاعبي بدأ يزيد الضغط أكثر فأكثر من جانب لاعبي منتخب البرازيل. فينيسيوس كرة ممتازة، باكيتا بالراس، نيمار باكيتا نيمار باكيتا باكيتا جهة اليمنى يلعب لجونيال تو والتوزيعة هائلة. صاروا فينيسيوس نيمار انطلق نيمار فينيسيوس تغطية من ناكاتومو والحكم أمامه كذلك رافينيا نيمار تزيد والدفاع يصد. تلعب في اتجاه نيمار، العب يا نيمار باكيتا، الحكم يرجع في نهاية التصور لو يصاب إصابة خطيرة والحكم لا يصفر. نهز الشباك باللعب فوق أرضية الميدان، هذه الأفعال من مخالفة رافينيا ولبس الكمامة تكون في اتجاه الإطار كازيميرو. لا هذه باكيتا اختفى نيمار، باكيتا نيمار استلم نيمار والحارس يشتكي للحكم، خاصة لما يكونوا لما لا يتقدرون على الوصول لمارادونا. ينفذها رافينيا مرفوعة بشكل رائع بالراس والدفاع. نيمار يلعب لفينيسيو جونيور يلحق عليها اللاعب رونا نيمار، تسديدة والدفاع للأرضية باكيتا، تسديدة من باكيتا ولمسة يد. ليون يقولون ممنوع، سنعرف هذا بعد 45 دقيقة ثانية من عمر هذه المباراة. في 45
بسم الله مجددا مشاهدينا الافاضل اينما كنتم اهلا وسهلا الى الملعب 21 دقيقه بتوقيت مكه المكرمه وانطلاقه من على الجهه تلعب داني ألفيش يرجع لرافينيا والدفاع ما زالت يابانيه الكره هذه يبعد بحث عن منو تسديده تلعب مع نيمار باكيتا خطيره فريد نيمار جاز من رافينيا يدخل يواصل رافينيا ما زال رافينيا خرجت يا رافينيا 26 سنه لاعب نادي ليدز رغم انه لعب فقط 8 مباريات شالفيش الراسيه وخطيره تسلل تماما في هذه الكره اللي طلبها داني ألفيش والحقها بالراس ورافينيا باليمنى مرت سلامات تغطية دفاعية كانت من هنالك عن طريق المدافع ياكاما ناغاتومو استلمها مرة ثانية عرضية صعبة هيدا من كازيميرو لنيمار غيبت على الجهة اليمنى ليلتو يدخل ليلتو يوصل عنده الكرة عرضية ناليسون أمام فورو الشيك بعيدة نيمار استلمها نيمار لقيت الكرة شوف التمريرة كانت رائعة والترويض أيضا بالصد رائع جدا اليسرى يبحث عن القائمة الثانية بعيدة من جابريال جيزوس براس وغارتينيلي نيمار مارتينيلي خلاها لنيمار جابرييل ونيمار بعيد الكمار يدخل نيمار مازال نيمار يلعب لمارتينيلي ثانية صعبة لمنتخب اليابان عرضية القائمة الثانية خطيرة تسديدة مرة حارس وريشارليسون وقال لا ركلة الجزاء مازال الخطورة افقية من قبل المدافع غيليرمي أرانا نعم نيمار هو الذي سيتولى في حين منتخب اليابان فاز بالأربعة أيضا على باراغواي نيمار يقول هذه المباراة البرازيل بصعوبة متفوقة على اليابان بواحد واو عين على الكرة وعين على الحارس وعين فينيسيوس سامبا في مواجهة الساموراي اليوم ثانية لصالح عناصر منتخب اليابان 1-0 بقى 12 دقيقة على ريشارليسون يا ريشارليسون الكرة